مواطن صالح. يا ولادي مواطن صالح. الو الو عسلامة اخويا. عسلامة مرحبا. المركز تفضل مرحبا شكون كنت؟ والله يا ولد عمي باش نسالك سؤال معناها لا بطاقة تعريف لا شيء، البيت رواه نتاعي نظيف الحمد لله للكرم، لا تعمل لا تخاف. والله ناكل مرة نشوف معناها العبيد كلها عندها حماية، نوفل الجعاب اللي يخدم في لاباس هذاك اللي عنده عندي ما نقول لك عادوا فيها في حنا بعد. شو حماية نوفل الجعاب؟ لا لا مش حماية مدنية. ها؟ تحرقت حماية مدنية؟ لا لا ما تحرقت. اللطف قلت لك انا نحب على حمايه معناها حمايه شخصيات. حمايتي انا خاطر الحق نحس في العباد الكل تقحرلي، الدجاج يقحرلي، مرتي تقحرلي، صادق ولدك ما عندوش مصروف يقحرلي، هي نوفل الجعابي خير مني ولا السياسيه خير مني؟ ابعثوا لي حمايه اخويا. ايه حمايه شكونك انت باش ابعثوا لك حمايه؟ انا مواطن صالح للشراب قال له لا معناها مواطن صالح ونخدم في بلادي، اعملوا لي حمايه يا اخويا نحس روحي مهدد. شكون اللي يخليك حرلك مرتك تحرلك؟ مرتي نحسها تقحر لي خاصه. خليت لها المصروف انت؟ خليت لها المصروف ما خليتليش مصروف. شكون يخليك حرلك؟ الدجاج. وعندك الدجاج ناراني مش نسباب حتى طرف راهو عندك الدجاج. عندك الكرني معزز الكرني تعبى قالك راهو الكرني تعبى. اي معناها اعطوني حمايه يا اخويا اعطوني زوز يمشوا ورايا ونوكلها ونشربها منها ما ثم حتى مشكل. الناس كل عندي حمايه كان ما عادش ندور على راحتي راني في بالك مهددنا مهدد. منصف بي تعرفه منصف بي سوق منصف بي الله يرحمه شبيه هي منصف بي عملوا لي حمايه. انا تمشي نار لعد تمشي نار لعد انت لسوق الكلاب خذ زوز كلاب وحطهم جنبك واحد على اليمين وواحد على اليسار. خلي الكلاب مصروفهم برشا يا ولد عمي انا حاسي بعباد عباد يفهموني نفهمهم. فهمتك 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 سيدي. لا تعطينا اسمك كنت ولا على الثالث نكلموك. لا 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 نسكن لوطي على الثالث كان جيت على الثالث بس على تونا نبعثوا له كل مره الحمايه المدنيه. عندي واحد غلب علي نجم نضربه الليله نجم نضربه الليله ونتهنى غدوه تجيني الحمايه. اي تنجم اي على ضمانتك نجم اي اي اسمعني ونمشي نجم الليله نمشي للدجاج نكسر له الحانوت الكل ونسيب له الدجاج الكل كان قال لي شبيك نقول له عندي حمايه تتحملوا مسؤوليتكم راهو. موجود الحمايه تكسر الحانوت تكسر له الحانوت موجود الحمايه نتاعك. يا حمايه برشا في المرنقيه حمايه لا ماذا بيا مرنقيه اي لا ماذا بيا حمايه في داري شو تكسر الحانوت الدجاج مش تمشي مو باش تمشي المرنقيه عملوا الحمايه غادي حمايه يا فخومي يا ولد عمي كيفاش تهدد فيا تو انت؟ واش نهدد فيك؟ هيك قلت المرنقيه عندي زوز حمايه انا خويا. تكسر الحانوت فين باش تمشي؟ نروح للدار نقطع. لا صحيح صحيح تروح للدار. مو عندي حمايه عاد غدوه جايتني هكا وعدتني انت تو. لا صحيح لا صحيح. لا هات انا بعثوا لك حمايه يا سيدي غدوه الساعه تكون عندك حمايه. اسمعني بالله وشاهي حاجه اخرى زاد. كي نبدا انا ماشي لبلاصه شاهي حاجه اخرى زاد كي نبدا انا ماشي نبدا انا ماشي لبلاصه نحبهم يبدوا يبعدوا لي في الناس في الطريق هكا على الطريق هكا يضربوا فيهم بالكف وابعد 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 راه المواطن متعدي خيب راه. اسمع انا راني ما نصرفش برشا يرحم انا ما نصرفش برشا ثلاثه عندي ثلاثه عركات في النهار هكا هو عادي متفاهمين خاصة الدجاج هاني ماشي تو تنعلق منه وماشي باش نكسر له حانوت نقول له قال لي رئيس المركز فهمتني امورك. باهي ما نعمل الليله تو نسمع تجيك الحمايه. باهي عايش خويا.